المصنع ده حضرتك احنا تم البناء فيه والحفر من مارس 2017، وانتهينا من اعمال التشطيبات في شهر 9 2017، وما توجهنا لهيئه التنميه الصناعيه ان هم يدخلوا لنا المرافق بعد الانتهاء من التشطيبات. بلغونا ان لازم علشان احصل على المرافق لازم يكون المصنع فيه مكن. حضرتك احنا في مجال البلاستيك بقى لنا 4 سنين دلوقتي. توسعت انا وشركائي ان احنا ناخد مصنع كبير. احنا كنا بنعمل جزء معين من البلاستيك وهي الشنط والاكياس وكل ما هو رول. بعد التوجيهات الاخيره للدوله ما لقينا ان التوجيهات معالي رئيس الجمهوريه بتقول الزراعه والصناعه، فاكتشفنا ان احنا ممكن نخدم مجال الزراعه كمصنعين، ان احنا نجيب مكن يخدم مجال الزراعه. حضرتك سافر الباشمهندس محمد سافر بره وقدر ان هو يجيب لنا مكنتين، مكنه ايطالي. المكنه دي بتعمل حضرتك الصوب الزراعيه المرتفعه والصوب الارضيه اللي احنا بنسميها او جماعه الفلاحين بيسموها الملش. وحضرتك المكنه دي برضو بتعمل حاجه اسمها اكياس الموز. الكيس ده حضرتك بنحتاجه، للاسف في منه كميات كبيره بنستوردها من بره مصر، طبعا ده بيكلف الدوله اعباء كتير من العمله الصعبه. المكن ده حضرتك حاليا هو للاسف مش موجود في مصر في اماكن كتير، المكن يمكن عدده داخل مصر قليل جدا. ده بجانب ان انا ده الخط الاولاني. في الخط الثاني حضرتك، الخط الثاني ده بيعمل الشرينك. الشرينك ده برضو مكملات، لان انا الصناعه بتاعتي في الاساس هي صناعه مكمله بخدم بيها على الصناعات الزراعيه وبخدم بيها على الصناعات الصناعيه. بمعنى ان المكنه الثانيه اللي هي الالماني دي بتعمل الشرينك. الشرينك ده بيدخل في صناعات كتيره زي صناعات العصاير والمعلبات، بيقدر ان هو مصنع العصاير او المعلبات او السجاد بياخد مني الرول وبيغلف بيه المنتج بتاعه. ده بجانب ان انا عندي المكنه الثالثه هنا، والمكنه دي بتعمل كل ما هو رول زي ما بنسميه، زي المشمعات اللي حضرتك بنستخدمها في البيوت وفي كل حته، وزي الاكياس والشنط اللي بنستخدمها في كل الهايبرات ماركت والسوبر ماركت والمحلات. فاحنا الصناعه بتاعتنا في الاساس حضرتك هي صناعه مكمله لجميع الصناعات ان كانت غذائيه او زراعيه. الفكره حضرتك والتخطيط اللي انا بتكلم بيه باسم 1000 مصنع، هم على فكره مش 1000 مصنع، احنا 7000 مصنع، بس هو 1300 و1400 و1500، انا بكلم حضرتك على المجموعه اللي احنا واقفين فيها اللي هم 998 قطعه بالظبط، وهي مساحه ال 300 اللي حضرتك واقف فيها دي. الناس كلها لو كنا قلنا من سنتين في ناس مش جاده، لا انا بقول لحضرتك النهارده تقدر حضرتك تعدي على 998 مصنع، لا الناس جاده، الناس جابت مكن، الناس شطبت. الدور مش علينا بقى، احنا كده عملنا اللي علينا كمستثمرين، الدور بعد كده متوقف على الدوله، الدوله بقى تساعد الناس دي. في نقطه ممكن اتطرق لها مش بخصوص المنطقه الصناعيه. توجيهات معالي رئيس الجمهوريه بتمويل مبادره البنك المركزي لتمويل المشروعات والصناعات. انا بس عايز الكلام يا ريت يوصل لمعالي رئيس الجمهوريه ومعالي رئيس الوزراء شريف المهندس شريف اسماعيل. ده في الحقيقه مش موجود. احنا فعلا بنتوجه للتمويل ونتوجه للبنوك، ومش بنك واحد ولا اتنين ولا تلاتة، هي بنوك حكومية اللي هي مشاركة في المبادرة، وللأسف بنقابل صعوبات كتير جدا 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 عشان نحصل على التمويل.